صباح الهنا والرزق وكل حاجه حلوه. النهارده الاثنين المفروض ده تاني يوم من الاسبوع، بس احنا اول حلقه في هذا الاسبوع لان امبارح كان عندنا ظرف، يعني كنت صور برومو ان شاء الله للاهلي في رمضان. باذن الله هيبقى برنامج كالعاده وزي كل سنه مع حضراتكم، بيبقى يعني مميز، وبنحاول ان احنا نقرب من جماهير النادي الاهلي طبعا بفقرات مختلفه، بنروح شويه بقى الجانب الانساني والفني وغيره. صباح الهنا وحلقه جديده. النهارده معانا ملفات كتير مهمه ومعانا كلام برضو عن الكره العالميه. امبارح كان في ماتشات يعني رائعه، خلينا نقولها بهذا الشكل. طبعا للناس اللي بتحب برشلونه على طبيعه الحال، لكن كان ماتش قوي، هنتكلم في كل التفاصيل، وكمان طبعا ماتش ارسنال. صباح الفل يا كيمو. صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح العسل على مشاهدي قناه الاهلي بكل مكان، وكل سنه وكل حضراتكم طيبين. كلها ايام قليله جدا بتفصلنا عن بدايه الشهر الكريم، يا رب ان شاء الله يكون شهر خير علينا كلنا. اكيد بنرحب بكل حضراتكم في بدايه حلقتنا النهارده، وزي ما نهاوند كانت بتقول عندنا ملفات كتير هنتكلم مع حضراتكم فيها، ده الى جانب الاستضافات. عندنا النهارده ثلاث فقرات حواريه، الفقره الاولى هينورنا من خلالها سياده اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري والعربي للقوة البدنية، الفقرة الثانية هيكون مع الأستاذة منى عمر الناقدة الرياضية، ودي الفقرة اللي هنتكلم معاها بقى عن كرة القدم العالمية ولا سيما الماتشات القوية بتاعت امبارح اللي نهاوند كانت بتتكلم عليها. ثالث وآخر فقراتنا الحوارية هتكون فقرة طبية مسجلة مع دكتور باهر السعيد. كلام محترم جدا. نخش بقى على المهم واللي يهمنا احنا كجماهير نادي اهلي طبعا، ان احنا عندنا ماتش مهم جدا نتكلم امام الهلال السوداني، مواجهه نقدر نسميها لو ليها عنوان مواجهه الحسم مواجهه الصعود، سميها زي ما انت عايز، لكن باختصار هو ما فيش قدامنا غير ان انت تفوز. في كده اوقات بيبقى ما فيش رفاهيه حاجه تانية، ما عندناش رفاهيه غير ان احنا نفوز نكمل كمان ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا يعني، ونكمل بالشكل اللي يليق بينا. عندك ماتشات مهمه جدا، ولعبت انت ماتش امام القطن الكاميروني كان اعتقد رائع جدا، الناس كانت راضيه عن الاداء وكانت راضيه عن النتيجه، كسبنا 4-0 وكان هاتريك يعني ولا اروع من طبعا كهربا، حاجه كانت محترمه جدا. رجعت تاني تقول في ثقه كبيره جدا في الفريق في اللعيبه، زي ما كنا بنقول الفريق عندنا حتى وان اخفق في مباراه او في فتره ما بيعود مره تانيه لصالح الجماهير. ده يمكن اللي حصل بعد سان داونز مع القطن الكاميروني، شفنا اداء رائع جدا، شفنا لعيبه في مستواها اللي احنا نعرفه، فان شاء الله ده لا يكرر مره تانيه. لكن احنا عندنا لسه يعني ماتشات مهمه جدا في الفتره اللي جايه، هيكون عندنا الماتش جاي زي ما كنت بقول لحضراتكم طبعا في القاهره، وعندنا امل كمان يكون في حضور، لان الحضور بشكل كبير بيبقى مهم وبيبقى شكل طبعا. يعني مش مهم بس، هو بيبقى عامل اساسي، فاحنا نتمنى ان يكون في حضور، وعشان كده برضو مش فكره بس تمني وخلاص، لان النادي الاهلي اخذ خطوات وبعت خطاب لسياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه عشان يحاول ان هو يسمح ليه ويبقى في طلب بين موافقه على حضور الجماهير كمان بالساعه الكامله زي ما بيتقال لاستاد القاهره الضخم طبعا في مباراة الأهلي والهلال. في ختام هنا بنتكلم فعاليات دور المجموعات لدور أو لدوري الأبطال، وإن شاء الله يعني نشوف مباراة قوية جدا هتكون يوم 31 و1 ابريل. وعايزين كمان نتكلم عن قصه هنا او شقه هنا، الاهلي محتاج ومحتاج الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا مؤازره هنا الجماهير لاحراز الفوز. لما الاهلي يا كريم بيكون مع الجماهير بتاعته بتفرق بشكل كبير جدا. احنا عارفين ان احنا طبعا. حتى لما بنسافر وبنقدر نلعب على الملاعب بتاعه المنافس وغيره بنقدر ان احنا برده نلعب بنفس الروح، لكن وجود الجماهير تحديدا كمان هتيجي تتكلم واللعب على ارضك اكيد هيفرق بشكل كبير جدا. النادي الاهلي كمان اكد في خطابه على تقديره الجهد الكبير اللي بيبذله رجال الامن، وفكره هنا يعني التبعات والمسؤوليات اللي بيتحملوها في المواقف اللي زي كده الوطنيه، ومساندتهم اكيد المؤسسات الرياضيه اللي بتمثل البلاد في المحافل يعني القاريه، هنا كمان بنتكلم على الصعيد القاري. نتمنى يكون في موافقه يا كريم، لان وجود الجماهير هيفرق بشكل كبير جدا، والنادي الاهلي محتاج الجماهير تكون حاضره في كل الماتشات المتبقيه. مليون في المية. خلينا ننتظر ونشوف، لسه قدامنا وقت، بس انا اعتقد ان ان شاء الله هيكون في موافقه على حضور جماهير كبير. مسهل الحال على الاقل عملا بمبدا التكافؤ الفرص، وبشكل بالزبط. عام يعني في حاجات كده ايه ضربات قدريه زي ما بتقال، زي ما حصل مؤخرا فيما يتعلق بملف كاس العالم للانديه اللي نتيجه بعض المستجدات اصبح النادي الاهلي ان شاء الله سيشارك في النسخه القادمه منه. كمان كانت من ضمن الضربات القدريه التعادل اللي حصل ما بين سان داونز والهلال، وده ادى فرصه جديده للنادي الاهلي لمواصله المشوار ان شاء الله في المحفل الافريقي. مش فاضل غير ان احنا نعمل اللي علينا، يعني القدر قال قوله وادانا فرصه ثانيه، احنا بقى لازم نستغل الفرصه الثانيه دي احسن استغلال ممكن، وهو الاستغلال اللي على فكره ما فيهوش فتاكه، وهيكون استغلال يتسق مع كون النادي الاهلي هو النادي الاهلي ويتماشى مع طموحات
جماهير النادي الاهلي اللي العادي بتاعها انها عايزه لما فريقها يشارك في اي بطوله ايا كانت البطوله دي محليه قاريه دوليه ايا كان، طالما الاهلي بيشارك فيها يبقى احنا بنتكلم على مباراه النهايه اللي كل اعين جماهير النادي الاهلي مش باصه غير عليها، اي حاجه غير كده فهي غير مرضيه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. بالمناسبه يعني طبعا كمان لعيبه النادي الاهلي عندهم الفتره الجايه مواجهات مع المنتخبات المختلفه، ده اكيد هياثر هو كمان، عشان كده النادي الاهلي بعت خطاب لرابطه الانديه المصريه المحترفه بيطلب فيها تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة اللي هتقام خلال فترة توقف الدوري عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة واتساقا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة، نظرا لانضمام أكثر من 2 من لعيبة النادي الأهلي الدوليين للمنتخبات المختلفة خلال فترة التوقف. بالمناسبة تلقى كل من الجنوب افريقي بيرسي تاو والمالي اليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، اضافة الى انضمام 7 لعيبة هم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد عبد القادر ومحمود كهربا، هينضموا كلهم الى معسكر المنتخب الاول اللي بيستعد لمواجهة ملاوي ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الامم. كمان انضم الرباعي حمزة علاء ومحمد اشرف واحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي. طبعا كل الغيابات دي أكيد في صفوف النادي الأهلي بتتعارض مع كل قواعد العدالة في الوقت اللي بيتمتع فيه غالبية المنافسين في نفس البطولة بتواجد كافة عناصرهم، ففكرة تكافؤ الفرص لازم يكون متحقق حتى من باب العدل. يعني ده كلام اعتقد ان هم يعني ما يزعلش حد ابدا، بالعكس تتكلم في تكافؤ الفرص، تتكلم في القوانين، تتكلم في المبادئ، فاعتقد دي حاجه نتمنى ان هي فعلا تتم او تطبق في الفتره اللي جايه، احنا في امس حاجه زي ما كنت بقول لحضراتكم. طيب بالنسبه لدلوقتي مهم جدا ان احنا كمان نبقى عارفين النادي الاهلي ومجلس الاداره ايه الاجراءات اللي بيتخذوها، ايه الاجتماعات اللي بتتم عشان كمان الجماهير تطمن. كان في اجتماع امبارح مهم جدا كابتن طبعا محمود الخطيب، وكان مطول خلينا نقولها يعني قعد ساعات طويله جدا، كان مع كابتن سيد عبد الحفيظ وناقشوا فيه جوانب خاصه بالفريق الاول خلال الفتره اللي فاتت، كان فيه تقييمات، طب المنافسات شهدت ايه على الصعيد انا بنتكلم المحلي والقاري، واللقاء كان كمان في حضور كابتن حسام غالي وكابتن محسن صالح، كان فيه يعني قامات كبيره جدا، كابتن زكريا ناصف كمان تطرق كمان كابتن محمود خليني اقول لحضراتكم لتقييم زي ما بقول العديد من الملفات منها او بهدف مساعده الفريق وجهازه الفني والاداري والطبي وتقديم ما هو افضل لان الجماهير في الفترة اللي جاية والنادي الأهلي كتاريخ يعني لازم يكون عنده ويستحق ان هو يقدم ليه الأفضل في الفترة القادمة، أي إخفاقات، أي مشاكل، أي حاجة كان فيها دروب الفترة اللي فاتت لازم يكون فيها تقييم ويكون فيها عمل ويكون فيها تغيير وتطوير في الفترة اللي جاية، وده أعتقد اللي الاجتماع شمله بتفاصيله. عايزين نحقق أحسن نتائج، عايزين نسعد الجماهير، دي كانت بين كابتن محمود والاجتماع امبارح. كان في كمان تضمن الاجتماع أمور مهمة، اعتقد قعد 3 ساعات وشويه كريم حاجه زي كده، بقول لحضراتكم الكواليس كمان، رؤيه كمان مدير الكره كابتن سيد في ضوء ما تتضمنه من تحديات او يتضمنه الفريق من تحديات في الفتره اللي جايه، كيفيه توفير الاجواء المناسبه كمان لكل المنظومه، بنتكلم على منظومه العمل بما يضمن هنا الوصول للاهداف في الفتره القادمه اللي تليق تاني هقول بتاريخ النادي الاهلي وبجماهير النادي الاهلي. اجتماع اعتقد بين الاجتماعات المهمه جدا اللي هيكون ليه رد او هيكون ليه نتيجه على الارض اعتقد هنشوفها في الفترات وفي الماتشات اللي جايه، فبالتوفيق. وكان لازم نطلع حضراتكم اكيد على كواليس كل ما يتم كمان من مجلس الاداره واجتماعات. مهم ده يا كريم جدا ان انت طبعا تعمل وقفه وتعمل تقييم وتعيد نظر في الفتره اللي انت واقف فيها، وكمان تشوف انت او تحلل الفتره اللي جايه عشان تليق كمان بالمستوى اللي انت كنت يعني زي ما بتقال الجماهير تعرفوا عنك، فده يعني كان اعتقد مهم جدا. هي هكذا تكون الاداره، فكره ان يبقى في دايما في وقفات لما يكون في امور تستدعي هذه الوقفات عشان التصحيح او يعني تصحيح الامور بالزبط. تصويب الامور ايا كان. المهم برضو من ضمن المستجدات ومن ضمن الكواليس اللي حصلت في النادي الاهلي امبارح الامريكي بن هاربرج وهو طبعا واحد من ابرز ملاك نادي قادش الاسباني زار النادي الاهلي مع عيلته، وكان في استقباله المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره، وكان معاهم كمان الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، تفقدوا مقر النادي الاهلي بالجزيره وابدى اعجابه الشديد بالتطور الكبير للبنيه التحتيه وبيكون
بكل ما يملكه النادي من ملاعب وتجهيزات تضاهي الأندية العالمية. تحدث عن تطلعه كمان لتعزيز مجالات التعاون بين الأهلي ونادي قادش الإسباني خلال الفترة القادمة وتبادل الخبرات والزيارات خصوصا على صعيد فرق الناشئين، وكمان إتاحة الفرصة للاعبين المصريين للاحتراف في الأندية الإسبانية، ودي نقطة في منتهى الأهمية، وأيضا التعاون فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي ما بين الناديين. عرض كمان بن هاربرغ صاحب الحصة الأكبر من عدد الأسهم في النادي الإسباني إمكانية تنظيم ماتش ودي بين النادي الأهلي وفريق قادش في أسبانيا خلال الفترة المقبلة على أن يتم الترتيب لهذه المباراة وفقا لارتباطات الجانبين في ظل العمل على استثمار العلاقات القوية اللي بتجمع بين نادي قادش الإسباني وبين النادي الأهلي المصري. في ختام زيارته قام المهندس سراج الدين بإهداء درع وعلم النادي الأهلي إلى هاربرغ، واللي عبر طبعا أكيد عن اعتزازه وتقديره الكامل للعلاقة اللي بتربط ما بين الناديين، وإن شاء الله خير وينتج عنها مستجدات تفيد بصفة خاصة بين قوسين كده فرق أو قطاع الناشئين، دي حاجة في منتهى الأهمية. رائع جدا. عايزين نقول كمان مبروك لفريق الجمباز بالنادي الأهلي، بتكلم هنا تحت 11 سنة، وده بقى الناشئين بمناسبة يعني الحديث عن الناشئين أو الحديث عن البيز، فكرة إن أنت تعمل بيز رائع. بنتكلم عن الناشئات تحت 11 سنة اللي حصلوا هنا على 47 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة الجمهورية، حاجة أكيد محترمة جدا. اختتمت فعالياتها امبارح بالنادي بفرع مدينة نصر، قدموا عرض جميل جدا خلال المنافسات وحصلوا على 38 ميدالية ذهبية، 8 فضية وبرونزية. والدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز كمان الجمباز بالنادي أعرب عن سعادته الشديدة وفخره بيعني الأداء المتميز جدا للفتيات أو لفريق الفتيات تحت 11 سنة، والثقة في اللاعبين وفي اللاعبات والطموح كمان في الفترة اللي جاية، وقد إيه هيبقى فيه مفروض كمان فارق كبير جدا في المنافسات وفي البطولات في الميداليات. فنقدر نقول مبروك، تبشين صح جدا دلوقتي فريق جمباز الأهلي وكل الجهاز الفني والإداري والمدربين، ننتظر منكم برضو المزيد في الفترة أكيد اللي جاية. طيب تعالوا بقى نروح لأنشطة وفعاليات إدارة المكتبات في النادي الأهلي، ونشوف فعاليات المعرض السنوي للأنشطة الفنية اللي أقيم مؤخرا في النادي الأهلي فرع الشيخ زايد. تعالوا نتابع التقرير ده ونتعرف من خلاله على شوية من التفاصيل. اتفضل. النهاردة المعرض السنوي للنشاط الفني فرع الشيخ زايد، احنا كإدارة المكتبات النادي الأهلي بنعمل في كل فرع معرض سنوي، ده بيبقى نتاج كورسات الولاد خدوها على مدار سنة كاملة على أيدي أساتذة متخصصين خريجين كلية تربية فنية، بيتم تعيينهم في النادي خصيصا لأبنائنا علشان ينموا مواهبهم ويعلوا من القدرات الفنية اللي عندهم، لأن دايما بنؤكد أن النادي الأهلي مش بس بيهتم بالنواحي الرياضية، لا برضو بيثري النواحي الفنية والثقافية، وده طبعا ملحوظ اهتمام برضو الأهالي بالناحية دي، ده بيسعدنا جدا. بالحقيقة أنا سعيد جدا ومبسوط جدا للاحتفالية الجميلة دي في الحقيقة، وبعدين يعني أنا اتفاجأت في الحقيقة أن الاحتفالية محترمة جدا وممتازة. وبعدين عايز اقول كلمه برضو، بس قبل ما اقول الكلمه بشكر اداره النادي الاهلي في الشيخ زايد، في الحقيقه عملوا عمل انا ما شفتوش في الانديه قبل كده ابدا. انا رحت افتتاحات كتير في انديه كتير، انما هنا ما شاء الله الافتتاح جميل جدا ومحترم جدا، وبعدين برضو كميه من البراعم يعني دي الاداء اللي احنا عايزينها باستمرار انها تزيد وتزيد وتزيد. النهارده موجودين بالنادي عشان افتتاح معرض كبير جدا لمجموعه من البراعم والشباب وكل الفئات العمريه اللي بتشارك النهارده علشان تعمل نقله نوعيه في مجال الفن التشكيلي، مش هوايه ولا نشاط، دعم للثقافه، دعم للتطور، دعم لاشغال الوقت والحفاظ على الذوق العام ونهضه فكريه. انا سعيد جدا جدا باللي شفته النهارده، مستوى بصراحه المعرض حاجه رائعه فوق الرائعه، يعني مش عايز اقول لحضرتك مدى سعادتي بالمستوى بتاع الاولاد البنات الرسومات، حاجه حتى الساده الدكاتره طبعا من الكليه التربيه النوعيه النهارده اللي شرفونا، احنا فوجئنا بالامانه، فوجئنا بالمستوى الغير عادي من الاولاد والبراعم والبنات والاطفال بالرسومات. انا شخصيا لما بروح معارض كتير للاوبرا انبهرت بالرسومات اللي اولادنا عاملينها، فانا على مستوى الشخصي طبعا بشكر جميع القائمين على الاعمال دي. هو مبدئيا واحنا عندنا الولاد بيجوا من ليفل زيرو خالص، في ولاد بيكون عندهم موهبه وفي ولاد بيكون ما عندهمش موهبه خالص، فاحنا في الغالب نلعب على الوتر ده اللي هو يكون جاي مش عارف اي معلومات خالص على الرسم،
ونحاول نتدرج معاه من اول ليفل ثاني ليفل ثالث ليفل وهكذا لغايه ما يوصل ان هو يعمل حاجات ليه للمعرض ليه بالنادي الاهلي. يعني عملت ثلاث لوح، واحده بتتكلم عن سكيت لاني بلعب سكيت وكده، واحده بتتكلم منظر طبيعي عن البحر وقلعه وحاجات زي كده، وفي حاجه مارفل بقى زانوس كده. والمعرض النهارده بجد مميز جدا ومبسوطه اني كنت مشتركه النهارده فيه. رسمت لوحه فلامينجو وبحر وبحر تانية، وانا رسمت فهد وغروب الشمس وكذا حاجة تانية. انا رسمت لوحات كتير طبعا تحت اشراف مثلبنا، وانا يعني ما كنتش بعرف ارسم خالص، بس يعني بقيت اعرف ارسم. واللوحة الواحدة يعني بتاخد مني يدوق مثلا ثلاث مرات. الحمد لله انا اشتركت في المعرض ده ومبسوطة، واشتركت باربع لوح، اثنين كانفاس وواحده الوان واحده رصاص. كأس العالم للدرجات للكبار أقيم كمان بمضمار الدرجات الدولي باستاد القاهرة، ومصر فيه خلينا نقول فعلا قدرت أن هي تنجح بجدارة في تنظيم هذه البطولة، وكمان يعني تفوقت في تنظيم كمان كأس العالم للناشئين قبل كده بنتكلم في 2021. وخلينا كده نتابع التقرير ده ونشوف بالظبط إيه اللي حصل في هذه النسخة ونرجع نكمل. طبعا البطوله الحمد لله تنظيمها عالي جدا جدا، وان طبعا مصر استضافت بطوله عالم، ودي مش اول مره، هي استضافت قبل كده بطوله العالم للجونيور، ودي طبعا بطوله عالم بس دي للسينيور، دي للكبار اللي هو الاليت تمام. والبطوله دي يعني ان بطوله عالم اصلا تقام على مصر وعلى تراك مصر، فدي حاجه عالميه جدا. وطبعا الحمد لله يعني فضل ربنا يعني التراك بتاعنا ويصنف عالميا برضو من ضمن التراك اللي على انحاء العالم. بنشوف مثلا الخبره بتاعتهم بتفرق معانا جدا، ان احنا مثلا بنلعب مع لعيبه عالم فبيفرق معانا احنا كمستوى، احنا مثلا بنشوفهم بنزداد خبره منهم طبعا. فالحمد لله هم كمان عشان بيتعرضوا طبعا لبطولات كتير بره، فالخبره بتاعتهم بتبقى اعلى ومستوياتهم بتبقى اعلى، فاللي احنا نحتك بيهم المستوى بتاعنا بيعلى جدا. والله احنا استعدينا من فتره، بقالنا فتره كبيره بنستعد للبطوله على تواصل كامل وكبير مع الاتحاد الدولي للدرجات، وتواصل مع الفرق وتسهيلا وتسيير للفرق ان هي توصل وتشترك في البطوله. فده ناتج عنه ان احنا معانا 58 دوله مشاركه في البطوله، وده حجم كبير جدا وعدد لعيبه كبيره جدا مشاركين في البطوله. طبعا بالنسبه للمنتخب الوطني احنا اول مره نشارك بعدد 10 لعيبه، وده عدد كويس جدا بالنسبه للتاهيل الاولمبياد. طبعا زي ما حضرتك عارفه احنا بنشارك في البطوله، كل لاعب ليه رانك عالمي تمام بيجمع نقاط، عشان احنا في مرحله التاهل للاولمبياد، فالنقاط دي بتضاف للرانك بتاعه ان هو يوصل لل 24 افضل 24 لاعب على العالم، ده بيوصل ان هو يشارك في الاولمبياد. ده شرف لنا كبير ان هي على ارض مصر، والتنظيم حلو جدا، والافتتاح كان روعه بصراحه، ما حدش بيعمل كده اصلا. وبطوله العالم صعبه جدا جدا جدا، واحنا بنتعلم خبره وبنكتسب خبرات وكده من بطوله العالم اللي هي على ارض مصر. بطوله طبعا العالم للدرجات دي كاس الامم للدرجات، كنا احنا عملنا طبعا بطوله الحمد لله سنه 21 وكانت للناشئين وكانت ناجحه جدا بكل المقاييس، وربنا وفقنا وفي ثقه الاتحاد الدولي ادانا البطوله اللي هي العالم للكبار. يعني فرق كبير جدا بين بطوله العالم للناشئين وكاس العالم للكبار، ففي ثلاث كؤوس عالم على مستوى العالم في هذه السنه. كان في كاس عالم في جاكرتا رحنا لعبناه، وبعدين ثاني واحد موجود هنا في القاهره، ثالث واحد هيبقى في لندن ان شاء الله الشهر الجاي. فبياخدوا تصفيات الثلاث سباقات دي وبيعملوا بالنقاط، وبيبقى الترتيب بالنقاط للمشاركه في اولمبياد باريس ان شاء الله 24. والله كان استعداد البطوله دي يعني استعداد كان جيد، كنا عندنا بطوله افريقيا قبلها مباشره، كان في معسكر عندنا موجود في قلب القاهره هنا، وبعدين اشتركنا ببطوله افريقيا للمضمار، والحمد لله حققنا فيه مراكز ممتازه جدا مع فريق جنوب افريقيا، وبعدين اتاهل من عندنا اثنين لعيبه، اتاهل لعيبه ابتسام زايد بطلة مصر، واللعيبه شادي محمد ثاني واحده اتاهلت بالنسبه للاولمبياد باريس ان شاء الله. و شاركنا في بطوله العالم في كاس العالم للمضمار ب 10 لاعبين،
في ثلاث سباقات تحمل وثلاث سباقات للسرعه، والحمد لله اللعيبه عندنا يعني في مرحله النمو وتطور، مش يعني مش مرحله حصد البطولات، يعني احنا الحمد لله المضمار هنا بقاله فقط ثلاث سنين، فلو حضرتك تشوفي ثلاث سنين مقارنه بالمنتخبات الثانيه المضمار عندهم مثلا من 30 سنه ومن 50 سنه و100 سنه، ففرق كبير جدا بيننا وبينهم، فالحمد لله ان اللعيبه ابتدى يعني احنا في مرحله التنميه، ان شاء الله المراحل الجايه مرحله حصد البطولات ان شاء الله والميداليات. دي طبعا بطوله العالم وكاس العالم، وكاس العالم ده حاجه كبيره قوي، واحنا يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا وفقنا ان احنا ناخد حق تنظيم هذه البطوله، الاتحاد الدولي كله زمايلي في الاتحاد الدولي كلهم وافقوا على هذا، يعني لان مصر عريقه ومصر يعني احنا قدمنا زي ما بيقولوا قدم السبت تلاقي الحد، احنا قدمنا السبت وهو ان احنا نظمنا بطولات قبل كده هنا في مصر، بطولات افريقيه، انا دايما اخلي البطولات الافريقيه هنا بالذات المدمار بيبقى هنا لان هو ده المدمار الوحيد في افريقيا، المدمار الكلاسيك يعني الدولي، فعشان كده بطولات المدمار بتكون هنا، الاتحاد الدولي برضو وافق على ان احنا نعمل هنا، بعت لجنه وشافت المدمار طبعا والمنشاه، الاتحاد الدولي نفسه جه زار المدمار هنا وشافه قبل البطوله، فوافقوا على ان احنا ننظم هذه البطوله، والبطوله دي ليها يعني ايه؟ ليها حساسيه معينه وليها يعني اهميه كمان الاثنين مع بعض، اللي هم ان دي هي البطوله المؤهله لبطوله العالم، وبطوله مؤهله يعني لبطوله العالم كلها، وبطوله مؤهله للاولمبياد. طيب دي درجات الحراره بالنسبه بقى للتفاصيل المتعلقه بحاله الجو وحاله الطقس المتوقعه خلال الايام القليله القادمه. احنا منورانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الخيرات واهلا بحضرتك وكل سنه وانت طيبه. صباح الخير على حضرتك استاذ كريم واستاذ نهاوند وكل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم بخير يا رب. صحه وسلامه ربنا يخليك. نقدر نقول ان الشتاء كده بيشطب ولا لسه شويه؟ بالنسبه للامطار لا لسه شويه طبعا، لكن احنا رسميا فصل الشتاء ينتهي اليوم ان شاء الله، في انخفاض في درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه، مصادر الكتل الهوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط الكتل الهوائيه الشماليه، ده بتؤدي لانخفاض درجات الحراره، وجود كمان امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيساعد بشكل كبير على تكسر السحب المنخفضه والمتوسطه، واحساسنا بانخفاض درجات الحراره خلال فتره النهار. اليوم العظمى على القاهره الكبرى 20 درجة مئوية خلال فترة النهار، فأجواء اليوم أجواء شتوية بامتياز على أغلب المحافظات، خاصة كمان إن في نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة في أغلب محافظات الجمهورية، بيساعد نشاط الرياح على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، وأجواء فترة النهار أجواء من مائلة للبرودة المعتدلة على أغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، أجواء دافية على جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترة النهار، فترات الليل هتظل فيها الأجواء باردة، يمكن في بعض المناطق من شمال الصعيد تبقى أجواء شديدة في البرودة لأن الصغرى فترة الليل بتنخفض لأقل من 10 درجات خلال الوقت ده من السنة. دي الأجواء الشتوية، يمكن كمان في فرص لأمطار اليوم وهي بدأت خلال الساعات الأولى من الصباح على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أمطار ما بين الخفيفة المتوسطة بتختلف من محافظة لمحافظة، وامطار خفيفه على بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، قد تمتد الامطار كمان لمناطق من القاهره الكبرى امطار خفيفه، دي اجواء شتويه اليوم، مع غدا ان شاء الله هتكون بدايه فصل الربيع واللي هيستمر معانا لمده ثلاث شهور جايين ان شاء الله، هيكون في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحراره، فغدا متوقع عظمى على القاهره الكبرى 23 درجه مئويه فتره النهار، مع نهايه الاسبوع الخميس والجمعه تكون 26 درجه مئويه، وطبعا في سنه حضراتكم طيبين نهايه الاسبوع غالبا هيكون بدايه رمضان، فبدايه رمضان العظمى على القاهره الكبرى هتكون 26 درجه مئويه فتره النهار، التحذير من هنا من فترات الليل، مش عاوزين نخدع في فترات النهار ونغير نوعيه الملابس بشكل كبير، لان فترات الليل هتظل فيها الاجواء بارده على اغلب المحافظات وفيها انخفاض في درجات الحراره، واحنا اغلبنا في رمضان بنخفض بعد فتره الفطار وصلاه التراويح، والفتره اللي بعد الفطار درجات الحراره فيها تبقى منخفضه، فلازم واحنا خارجين يكون معانا قطعه ملابس اضافيه لو هنحس بانخفاض درجات الحراره فيها.
من بكره ان شاء الله كمان نخلي بالنا من السبوره المائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، هتؤدي السبوره المائيه لانخفاض في الرؤيه الافقيه على الطرق. الامطار متوقع ان هي تعود مره اخرى مع نهايه الاسبوع مع يوم الجمعه اللي جايه، خميس الجمعه الجايين هيبقى في فرص للامطار. فاحنا الفتره دي من السنه دايما النص الاول من فصل الربيع بيكون في تقلبات جويه، بيكون لسه في فرص هبوط الامطار، درجات الحراره ما بترتفعش فيه بالشكل الكبير وتظل اجواء معتدله لانه دايما بياخد بعض سمات فصل الشتاء، وارد جدا يتخللوا موجات ارتفاع في درجات الحراره. النص الثاني من فصل الربيع هو اللي بيحصل فيه ارتفاعات كبيره في درجات الحراره، لان احيانا بنتاثر طبعا بالانخفاضات الخمسينيه اللي دايما عارفينها في فصل الربيع اللي بيكون معاها اسبه وارتفاعات كبيره في درجات طب الحراره. طب النص الثاني من فصل الربيع اللي حضرتك تفضلتي بذكر تفاصيله ده هنلحقه في النص الثاني من رمضان؟ لا ان شاء الله شهر رمضان الشريف كله هيكون في النص الاول، لان احنا النص الثاني تقريبا هيبدا مع شهر 5، واحنا ان شاء الله رمضان والعيد هيكون مع شهر يعني نهايه 4 ان شاء الله، فلسه درجات الحراره مش هترتفع بالشكل الكبير، لكن وارد طبعا يحصل موجات ارتفاع درجات الحراره زي شهدناها خلال الايام الماضيه تتخلل في بعض ايام شهر رمضان الكريم ان شاء الله. هو معدل درجات الحراره خلال الشهر القادم اللي هو شهر 4 اللي يتزامن طبعا مع شهر رمضان بتكون ما بين 24 و25 درجه مئويه، دي المعدلات الطبيعيه. فوارد يحصل اعلى من المعدلات، وارد جدا كمان تكون اقل من المعدلات، لكن المعدلات الطبيعيه تكون اجواء ربيعيه معتدله فتره النهار برد فترات ان شاء الله باذن الله. شاكرين لحضرتك جزيل الشكر مره ثانيه، كل سنه وحضرتك طيبه، نورتينا في 10 الصبح في الاهلي. خلينا نروح فاصل يا كريم، يلا ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. ناس بعتلنا على الانستغرام بتقول لنا على البيج يعني بتقول لنا تتوقعوا كام للاهلي والهلال السوداني. لسه شويه بدري على الحديث يعني عن التوقعات للمباراه دي، بس يعني انا اتوقع باذن الله لا هيكون في لعب كويس جدا، اداء من النادي الاهلي رائع جدا، واعتقد واتوقع باذن الله هيكون في فوز للنادي الاهلي. زي ما قلنا مفيش رفاهيه ابدا ان انت تخسر اي نقطه او تخسر اي مباراه، فانا بتهيالي النادي الاهلي عنده ادراك والفريق عندنا عنده ادراك يعني كبير جدا بالنقطه دي، فمتوقع ان شاء الله فوز يكون محقق يعني. ده توقعاتنا. كام بقى خلينا نعملها قبل المباراه، ممكن على الاسبوع القادم، وممكن نعملها حتى سؤال لحضراتكم، واللي هيجاوب اجابه صح او اللي هيتوقع توقع صح ممكن يبقى فيها برده جايزه زي ما عملنا قبل كده لو انت فاكر، فممكن نعمل ده. تعالوا بقى نروح دلوقتي لاخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين، وهي الورقه وقعت مش بتحصل كتير حاجات دي قدريه ضربات قدر جدا. ما حدش ليه ايد فيها زي عيني النهارده طالعه بايظه بيها معلش. نروح نتابع دلوقتي مع مراسلتنا هنا والقاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره، ونرجع نكمل مع حضراتكم. هنا صباح الفل عليكي وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. أخبارنا النهاردة متعلقة بناشئين كرة القدم وكمان الألعاب الأخرى، لكن في البداية خلونا نبدأ بناشئين كرة القدم وفريق 2007. امبارح قدر يحقق فوز على فريق طلائع جيش بنتيجة 1-0، ده كان ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الجمهورية. حان الفريق عمل مباراة كبيرة جدا، قدر يحرز هدف النادي الأهلي اللاعب محمد أشرف، كده بقى يكون رفع فريق 2007 عدد نقاطه ل 71 نقطة. هم متصدرين جدول الترتيب، عاملين بطولة كبيرة جدا، وخلاص بقى على بعد خطوات قليلة جدا من التتويج ببطولة الجمهورية. طبعا بنتمنى لهم ان هم يستمروا بنفس الأداء ويقدروا يحسموا اللقب لصالحهم. ده فيما يخص أخبار ناشئين كرة القدم. خلونا بقى دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة. النهاردة سيدات كرة السلة هيكون عندهم مباراة ضمن منافسات دوري السوبر، مباراة هتكون أمام فريق الجزيرة هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء، هتكون الساعة 6 مساء. خلوني بقى أقول لكم لكل مشاهدين قناة النادي الأهلي أنه هيتم طبعا بث المباراة مباشرة على قناة الأهلي، تقدروا بقى كالعادة تدعموا سيدات كرة السلة وتتابعوا المباراة. هما ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة دوري السوبر، متصدرين جدول الترتيب، يعني آخر مباراة ليهم كانت أمام فريق البنك الأهلي وقدروا يفوزوا فيها ساح بنتيجة 97-51، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء.
أما عن سيدات كرة اليد فبيواصلوا استعداداتهم لمباراة غدا، هيكون عندهم مباراة غدا أمام فريق سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري. كمان الحقيقة سيدات كرة اليد الحقيقة عاملين بطولة كبيرة جدا في بطولة الدوري، آخر مباراة قدروا يفوزوا على فريق الجزيرة بنتيجة 41-26، إن شاء الله بقى كمان يقدروا يفوزوا غدا على سموحة. أما عن رجال كرة اليد فهم مركزين بشكل كبير جدا، عندهم مباراة مهمة جدا، المباراة القادمة هتكون أمام فريق الزمالك، هتكون يوم الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة الدوري. كمان حقيقة رجال كرة اليد متصدرين جدول الترتيب، عاملين بطولة كبيرة جدا، مركزين بقى بشكل قوي جدا، مش عايزين يخسروا أي نقاط عشان يحسموا بطولة الدوري لصالحهم. يعني آخر مباراة كانت أمام فريق سبورتنج، كانت مباراة فيها ندية كبيرة، لكن رجال كرة اليد كان عندهم إصرار بقى بروح الفانيلا الحمراء زي ما معودنا دايما، وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 24-22. إن شاء الله بقى كمان يفوزوا يوم الجمعة القادم ويكون بيحتفل طبعا بفوزهم على الزمالك. زي ما احنا عارفين ان مباراة الزمالك بيكون ليها بقى طعم خاص وطابع خاص لما بنفوز عليهم، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة وفتيات الذهب. سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي بيحجزوا مقعد في نصف نهائي بطولة الدوري، يعني شفناهم الحقيقة قدروا يفوزوا على الظهور بنتيجة 3-0 في المباراة الأولى و3-1 في المباراة الثانية. زي ما احنا عارفين ان دور ربع النهائي بيلعب بنظام best of 3، لكن هم قدروا يحسموها من المباراتين الأولى، اتمنى لهم بقى كل التوفيق في نصف النهائي. ان شاء الله النادي الأهلي هيواجه سبورتنج في نصف النهائي، يعني سبورتنج قدر يتخطى عقبة الصيد ويتأهل هو كمان لنصف النهائي. اتمنى طبعا كل التوفيق لفتيات الذهب، فتيات كرة الطايرة بالنادي الأهلي. أما عن شباب كرة الطايرة 17 سنة قدروا يحققوا فوز أمس على فريق دلفي بنتيجة 3-0، ده كان ضمن منافسات بطولة الجمهورية، المباراة كانت مقامة هنا على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. حين هم كانوا مسيطرين على المباراة كلها من بدايتها حتى نهايتها وقدروا يحسموا الثلاث أشواط لصالح لهم، اتمنى لهم طبعا كل التوفيق. يعني ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. كمان بقى زي ما عودنا مشاهدينا خلوني انقل لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني زي ما احنا عارفين انه حاله الطقس الايام دي مش مستقره، النهارده الاجواء شتويه بامتياز، درجه الحراره دلوقتي 18، الاعضاء متواجدين في النادي منذ ساعات، وزي ما بنقول دايما غالبا في الفتره الصباحيه الاعضاء اللي بتكون موجوده بتكون من فئه كبار السن. في حاله بقى من النشاط والطاقه الايجابيه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة. يعني كل أعضاء تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم النهاردة. يعني كانت دي أبرز أخبارنا النهاردة في فقرة أخبار النادي. قبل ما أختم كلامي بقى بقول لكم يا نهواندو ويا كريم ولكل مشاهدي قناة الأهلي طبعا كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، لكن كمان بقى هنفتقد 10 الصبح في الأهلي في شهر رمضان. والآن العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. تغطية جميلة، كل سنة وانت بخير وكل سنة واحنا دايما بخير وناجحين ومع بعض ومتألقين والنادي الأهلي في تألق مستمر. شكرا ليك زميلتنا العزيزة جدا هنا والقاسم، شكرا ليك على هذه التغطية. طيب تعالوا بقى نتكلم شوية عن ماتش امبارح كان في ماتش قوي جدا بين أرسنال اللي عزز صدارته للدوري الإنجليزي بعد ما فاز على كريستال بالاس بنتيجة 4-1. بكده بيكون أرسنال رفع رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، في حين توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 27. برضه من الحاجات المهمة جدا لازم نتكلم عنها ان في الماتش ده قدم بوكايو ساكا لاعب ارسنال اداء اقل وصف ليه انه اداء عالمي، نجح من خلاله في انه يحطم رقم صامد لسنوات طويلة باسم قائد الجانرز السابق سيسك فابريجاس، واصبح بالتالي هو اصغر لاعب في ارسنال بيسجل ازيد من 10 اهداف وكمان بيقدم اكثر من 10 اسيستات او تمريرات حاسمة في موسم واحد من الدوري الانجليزي، حاجة عظيمة جدا الحقيقة. مباراة كانت قوية جدا، وكمان اللي بعدها الكلاسيكو على طول، المباراة دي خلصت وبعدين دخلنا على الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد، وطبعا الفوز يعني لبرشلونة 2-1 واللي كان متوقع لحد ما برضو ناس كتير قالت لك لا برشلونة هو المتألق لسه طبعا في الصدارة، لكن كان في لعب حلو امبارح. بس اللي عجبني كان في أجواء مختلفة في المباراة، يعني عندك كذا لقطة، أولا كانت حلوة اللقطة الأولى، فكرة هنا الصورة الجماعية اللي بدأوها في الأول باللعيبة بتاع برشلونة وريال مدريد اللي هي كانت ضد حملة العنصرية اللي حضراتكم شايفينها، يعني كانت أعتقد محترمة جدا، هي صورة جماعية كانت في إطار فكرة تضامنهم بحملة محاربة العنصرية والمطالبة بإنهائها في ملاعب كرة القدم. احنا عارفين الفترة الأخيرة كان في مشاهد كتيرة جدا وأجواء عنصرية مش بس من بعض الجماهير، لا ده من اللعيبة نفسهم، في لعيبة عنصريين جدا طبعا بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم هناك، الموضوع فيه حسم شديد جدا، لكن ما زال الأجواء العنصرية موجودة أو ما زالت موجودة في بعض المباريات. يعني
فدي كانت لقطة حلوة جدا. اللقطة كمان اللي عجبتني قبل ما نخش على تفاصيل أكتر، اللقطة اللي كان فيها واحد تقدم الحبيبة اللقطة دي انتشرت بشكل كبير قوي على تويتر تحديدا، الناس عاملة لها شير يعني بألافات. طبعا هما الاثنين كانوا من مشجعين برشلونة، وهي تحديدا كانت لابسة تيشرت يعني ليفاندوفسكي وتقدم لها ووافقت، فيعني بس كانت لقطة حلوة. الحاجات دي حلوة على فكرة يعني، بتحصل كتير في ماتشات الكورة. اه بالظبط. تعالوا بقى نروح شوية نتكلم عن تفاصيل المباراة. يعني أنا عجبني جدا التصريحات لأنشيلوتي، وعجبتني برضو تصريحات شافي. أنشيلوتي قال لك مثلا على سبيل المثال، قال لك نحن حزينون ولكننا فخورون بالمباراة اللي لعبناها. وكمان يعني ضاف كده أو من الحاجات اللي عجبتني، قال أترك هذه المباراة وأنا فخور جدا بفريقي، كانت مباراة جيدة جدا، التغييرات كانت جيدة، وسنقاتل حتى نهاية جميع المسابقات بثقة كبيرة. ده تصريح غريب، ده تصريح غريب، لأن أنت لما تيجي الفريق بتاعك بيخسر وبيخسر مباراة مهمة زي كده ونتكلم عن كلاسيكو، ويطلع المدير الفني يتكلم ان هو برضه فخور باللعيبة بتاعته، ما اتكلمش عن اخفاقات قوي، ما اتكلمش عن، قال لك دي مش من افضل مبارياتنا وخلاص، لكن انا فخور باللعيبة. يعني برضه ممكن يكون الى حد ما رسالة معينة هو بيقولها. تشافي على الصعيد الثاني اتكلم برضه في كلام مهم جدا، وقال لك النهاردة أحد أفضل أيامي كمدرب لبرشلونة، كانت هناك مباريات أسوأ لكن الناس هتفوا وغنوا مثل اليوم تماما، لهذا السبب انضممت اليوم للفريق، لأننا نشعر يعني بالسعادة الشديدة، اليوم هو اليوم للاستمتاع ونحن والشعب معا. برضو تصريح يعني كان في بعض النقاط الأخرى بس عشان الوقت ممكن نناقشها مع الأستاذة منى عمر، لكن أكيد. عجبني التصريح، الفرحة اللي موجودة هنا والثقة اللي موجودة هنا، وعلى الصعيد التاني الثقة في اللعيبة وعدم اللوم بشكل كبير على الصعيد الآخر. لكن برضو ريال مدريد يبقى ريال مدريد يا كريم مهما حصل. يعني في الفترة الأخيرة حصل يعني تقريبا شبه إجماع كامل من كل الناس المتابعين، وبصفة خاصة كمان النقاد والمحللين، الكل أجمع على أن ريال مدريد في الدوري الإسباني قد ما يكونش هو الأوفر، بس بقية الحاجات لكن مش بقية الحاجات تحديدا دوري الأبطال، يشارك في دوري الأبطال من هنا أيا كان وضعه اللي هو جاي منه من الدوري، بيتحول بالمعنى الحرفي، وكلنا شاهدين على كده. على كل الأحوال أكيد متابعة فرق بحجم وثقة لبرشلونة أو ريال مدريد أكيد حاجة عظيمة جدا، سواء في الدوري الإسباني أو في دوري الأبطال. طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم في أولى فقراتنا. مو ريال مدريد. أيوة. أي كلام. مرحبا بحضراتكم. وزي ما احنا اتكلمنا اقيمت بطوله كاس العالم للقوى البدنيه كانت في بدايه الشهر. طيب الحقيقه كمان مش بس كده الحديث ده، احنا ابطالنا حققوا نجاحات كبيره جدا، وهنتعرف اكيد على التفاصيل وقصه النجاح. خلينا نرحب بس بسياده اللواء محمود بركات رئيس الاتحادين هنا المصري والعربي، ونائب رئيس ايضا الاتحاد الدولي للقوى البدنيه. بونجور يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. صباح الفل، منورنا يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ كريم. عايزين في البدايه بعد اذن سيادتك نتعرف كده اصلا على الرياضه دي، لان في ناس كتير عارفين ان في رياضه كمال أجسام في رفع الأثقال، لكن القوة البدنية قد تكون جديدة نسبيا على بعض المشاهدين، فهي عبارة عن إيه؟ هل هي أكتر من نوع في الرياضة؟ تمام. هي رياضة شبيهة، أولا هي رياضة مش جديدة، هي رياضة قديمة جدا على مستوى العالم، وهنا الاتحاد بتاعنا من سنة 91 مشهر، بتمارس تقريبا، هي شعبية لأنها بتمارس في كل جيمات دون أن ندري. يعني النهاردة الثقافة الرياضية اللي موجودة في مصر في الأونة الأخيرة بتخلي من الجنسين يعني رجال وسيدات بيشترك في جيم ويبدأ يمارس الأثقال في الجيم يعني. فهو بيلعب لعبتنا دون أن يدري، بمجرد ما يعرف أن هذه الممارسة اللي بيعملها في الجيم ليها بطولات محلية فبيشارك، بالتالي بنقدر نكتشف العناصر اللي هي ممكن بعد كده نزود عليها الأحمال التدريبية وتبقى تتجه بقى لخط تاني اللي هو العالمية. لعبتنا تتشابه مع رفع الأثقال في أنها بتتعامل مع ثقل، نفس البار نفس الأوزان، ولكن في اختلاف في شكل الرفعة والتكنيك بتاعها. احنا عندنا ثلاث رفعات، رفعة اللي هي السكوات اللي هي الكرفصاء بالحديد، بيحط البار على ظهره عليه الأوزان اللي هو بيشيلها وبينزل لغاية ما يكسر 90 درجة ويطلع، تمام. الرفعة الثانية اللي هي البنج بريس، بنج فلات مستوي بينام عليه اللاعب وبيرفع الثقل لفوق، بينزله على صدره وبيرفع لفوق. الرفعه الثالثه اللي هي الديد ليفت، ان هو بياخد الحديد من على الارض ويقوم بيه. دول الثلاث رفعات. يعني فعلا زي اللي بيحصل في الجيم. بالظبط، كلنا بنمارس ده في الجيم. بس قياس الرفعات والاوزان اللي بتترفع مش الجماليات بتاعت حجم العضله وشكلها. لا لا، دي كمال اجسام بقى، دي حاجه ثانيه. تمام، السيمتري والضخامه والديفينيشن والحاجات دي كمال اجسام. هي لعبه قوه، ولذلك الاتحاد بتاعنا اسمه اتحاد القوه بالتيل مربوط. طبعا. واخد بقى حضرتك،
اللعبه دي عنصر القوه فيها بيمثل 80% وتكنيك 20%، وممكن بيبداها اللاعب في سن كبير مش محتاجه زي رفع الاثقال بيبداوها. يعني مثلا في روسيا بيجيبوا الاطفال سنهم 5 سنين ويبداوا يعلموهم ازاي التكنيك بتاع الرفعه من وهو صغير عشان يكبر عليه ببار خشب باي اوزان خفيفه بلاستيك. انما اللعبه دي ممكن يمارسها اي حد في اي سن. احنا عندنا ناشئين بيبدا من 13 سنه في اللعبه دي، وبنوصل للماسترز 80 سنه، وفي ابطال 80 سنه في اللعبه. اوكي. بس في 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 بعض الاسر ممكن عندها الانطباع بان يخافوا يخلوا ابنهم يروح الجيم وهو اقل من 16 17 سنه، من منطلق ان الحديد زي ما بيتقال بالشكل الشعبي الدارج بيأثر على النمو وبيأثر على الطول. الى اي مدى الكلام ده صحيح؟ لا طبعا دي افكار مغلوطه وقديمه، ويعني علميا لم يثبت هذا اطلاقا، بالعكس. أوكي. يعني حضرتك كان زمان يقول لنا اللي بيلعب عقله بيطول. مفيش حد، دي هرمونات ضمن الموروثات جي اتش طبعا. انا لحد دلوقتي كنت مصدقاها، طلعت كذبة. لا طبعا كذبه جدا يعني، والا ما كانش حد غلب يعني. صحيح. طيب خليني اروح مع حضرتك لتفاصيل شويه. احنا بنتكلم عن بطوله كاس العالم اللي هي اقيمت في الغردقه، اتكلمنا اكتر عن كام لاعب ولاعيبه، ايه اللي كانت التحديات فيها، ايه كمان الفتره اللي جايه لو احنا هنتكلم على البطولات، لان دي مش، خليني ابقى صادقه مع حضرتك، مش من الرياضات اللي الناس فوكست عليها او في يعني تغطيه اعلاميه كبيره عليها، بالرغم ان انت بتتكلم لا في بطولات كبيره بتقام في مصر وغيره ومحافل دوليه اخرى. تمام. هو زي ما انا ذكرت من شويه حضرتك، اللعبه دي قديمه جدا بره وليها ارقام وليها مريديها طبعا، بالذات في امريكا وروسيا، والكتلة الشرقية عموما كمان بتحب اللعبة دي جدا يعني. هنا في مصر برضه مش جديدة علينا وبنمارسها كلنا زي ما انا قلت، والاتحاد بتاعنا قديم جدا من 91، يعني داخل في حوالي 30 او 31 سنة 32 سنة. احنا بالنسبة لنا يعني عايز اقول ايه، ان اعلاميا في تقصير شوية. بالظبط. يعني ما فيش حد اصلا حط سبوت زي ما حضرتك بتقولي على هذه اللعبة اعلاميا، فبالتالي بيعرفوها اللي هم بيلعبوها فقط لا غير، واغلبيه المشاهدين او اللي مش مهتمين ما شافوهاش اساسا. صحيح. فبالتالي مش مرئيه قوي يعني، رغم الاحصاءات او خلينا نقول النتائج يعني. البطوله دي كانت بطوله موفقه جدا. تمام. قبل البطوله دي بقى حضرتك، احنا بنسافر كل سنه نشارك في بطوله العالم، بنشارك في بطوله اوروبا المفتوحه بحر ابيض. عندنا ابطال جامدين جدا ومحققين ريكورد على مستوى العالم ما كسرش لغايه النهارده، واتكسر في البطوله دي كاس العالم اللي كان في مصر بمعرفتهم هم برضو مش بدول تانية. فاحنا عندنا لعيبه جامده جدا فيها، تفوقوا على انفسهم، ولكن هي المشكله الرؤيه بتاعتها للمشاهد مش واضحه قوي، ودي حاجه يعني. بس على فكره كون ان الرؤيه مش واضحه قوي للمشاهد ده معناه ان في خلل ما في حته معينه عايزين نحط ايدينا عليها. احنا بنتكلم في نهايه الامر على رياضه مطروقه بالفعل وبتمارس بالفعل من غير ما اللي بيمارسها يكون عارف ان هو بيمارس شكل معين من الرياضات اللي ليه اتحاد وليه بطولات وحاجات زي كده. يعني هل مثلا في تنسيق ما بين الاتحاد المصري وبين مثلا صالات الجيم؟ لان حضرتك يعني اكيد ما عندكش ذره شك فإن حتى في القرى والكفور والنجوع ممكن تلاقي ناس بيتمتعوا بقوه بدنيه عاليه جدا، بس مش عارفين يعني يظهروها ازاي او كريم. احنا عندنا معادله صعبه جدا محتاجه دراسه. احنا عندنا ابطال جامدين جدا، الباور بتاعهم عالي قوي. رغم ان كل الدراسات العلميه بتقول ان الباور لازم يتناسب مع حجم الاكل ونوعه والى اخره. عايز اقول لك ان الابطال دول بياكلوا كشري، بياكلوا فول وطعميه، بياكلوا اكلات بسيطه جدا، واخد بال حضرتك؟ ومع ذلك احنا المفروض يبقى عندنا دراسه للعنصر البشري المصري الرياضي. في حاجه معادله غريبه، ان هو رغم الاكل بتاعه وظروفه الاقتصاديه انما قوي جدا، يعني بيتميز في هذه اللعبه جدا، مميز فيها يعني. يعني البيز عندنا زي ما حضرتك بتتكلم، البيز موجود. طبعا البنيه طبعاً موجوده، خلينا نقول جسديا جدا. غريبة دي، رغم ان انت حضرتك لو اتكلمت، معلش هنا لان دي عليها علامة استفهام، يعني لو اتكلمت في الليفل مثلا اللي هو الاماكن اللي لحد ما فقيرة شوية ما فيهاش امكانيات، الشخص نفسه ما يقدرش ان هو يجيب حد يبقى اخصائي تغذية او غيره، تلاقيه ان هو لا عنده البوتنشال. بس ده راجع لايه؟ يعني اكيد الاكل مش صحي، اكيد الاكل مش اللي هو المفروض ياكله، ده بيبقى تفسره بايه؟ لا بالعكس، ده انا بقول نفس الكلام اللي حضرتك بتقوليه، بقول ان المعادلة صعبة ومحتاجة دراسة. إن رغم ان المصري ظروفه في الاكل اقل بكتير من المتاح لغيره،
الا ان هو عنده باور عالي، قوه بدنيه عاليه. ما هي دي معادله مش مفهومه مش مفهومه. وهي دي دليل على ان الجينات نفسها هي كده، جينات القوه موجوده فيه. واخد بالك؟ مش ده معناه ان من باب ادعى ان احنا طالما المصريين بالكشري وبالفول والطعميه بيعملوا كده، امال لو دخلنا عليهم بقى بالتغذيه السليمه المفروض. تمام تمام. رغم كده ان الحمد لله مصر طبعا انت عارف حضرتك ان احنا في الظروف العاديه البطولات اللي بتعمل كل سنه احنا بنسافر بمنتخب وبيحقق نتائج جيده جدا وبيكرم من معالي وزير الشباب والرياضه وفقا للائحه التكريم. بس طبعا امكانياتنا ما كناش نقدر نسافر باكتر من 5 أو 6 عشان تكاليف السفر، واحنا اتحاد طبعا ماديا يعني مش قوي قوي. السنه دي لما عملنا كاس العالم في مصر، وطبعا دي كان ليها حكايه طبعا وظروف الحرب، هو بتعمل في روسيا على طول وظروف الحرب الروسيه الاوكرانيه وبتاع، فسألك بالمناسبه ايه حكايتها. فجه عندنا قدمنا الملف بتاعنا، وفي الحقيقه رحبوا طبعا، هم رحبوا لسببين. ان الكاس طبعا كان معمول في مدينه الغردقه ودي ليها سمعه طيبه قوي على مستوى العالم وناس كتير جم فيها. الحاجه الثانيه ان احنا برضو لينا قيمه وقدر في الخريطه الدوليه بالنسبه لهذه اللعبه. فوافقوا وتعاملت هنا. لما اتعملت هنا اتيح لينا ان احنا نشارك بثلاث فرق، لان من حق البلد اللي هي المستضيفه للكاس انها تشارك بفريق الف وب وج. فبالتالي دخل عندنا عدد كبير من المصريين اللي هم عمرهم ما كانوا هيقدروا يسافروا. فوجئنا بانتصار غريب وانتصار غير عادي. اولا روسيا مسيطره على هذا الكاس بقى لها 17 سنه، لاول مره تتغلب، اتغلبت من الفراعنه المصريين على ارضنا هنا الحمد لله. اللي هم كمان اول مره يشاركوا برضو، يعني خلينا برضو نبقى موضحين النقطه دي. لا هم مش اول مره يشاركوا دوليا. ما دوليا جزء منهم مش كلهم. ودي على فكره برضو حاجه تحسب، لان انا مش بلعب على المستوى المحلي حتى لو انا بتمرن وغيره، لكن انا لما اجي اشارك لاول مره دوليا واعمل انجاز كده، لا معلش دي حاجه بالزبط. مش عاديه. بالظبط بالظبط. شابو يعني. طبعا هي اللعبه رقميه، فاحنا بنعمل رقم تاهيلي للمشاركه، فعدد كبير الحمد لله من المصريين جاب الرقم التاهيلي واشتركوا، وفوجئنا ان هم اخذوا ميداليات ذهب في البطوله. المشاركه النسائيه ايه بقى؟ عشان في الفتره الاخيره بقينا بنشوف اهتمام نسائي بالظبط، بنات كتير وفتيات كتير بيروحوا الجيم ومهتمين بمساله يعني. هقول لحضرتك السبب الاول. السبب ان سنه 18 انا لما مسكت الاتحاد كان مفيش العنصر النسائي، ما كانش بيسافر بطولات عالم. فبدات اصفر في لعيبه اسمها ايا سويلم، دي بطله كويسه قوي قوي من الاسماعيليه، بدات اصفرها، حققت مركز اول على مستوى العالم ما شاء الله، وعملت ارقام. هي كانت ناشئه في الوقت ده، عملت ارقام في الناشئين حتى الان ما حدش حطها. يا سلام. فالباقيين لما عرفوا بقيه العنصر النسائي، لما عرف ان بدا العنصر النسائي يسافر، طبعا هو سقف احلامهم كان بينتهي عند بطوله الجمهوريه. لعبت بطوله الجمهوريه مره واثنين وثلاثه خلاص زهقت بقى، انما لما يعرف ان في بعد كده الطموح بيزيد وفي بطوله عالم فبداوا يجتهدوا، بدات اصفر. النهارده تقريبا المنتخب نصه سيدات ونص تاني رجال. احنا عندنا 12 ميزان هنا و12 ميزان هنا. حلو جدا. طيب خليني اروح مع حضرتك لبعض مش هقول المشاكل، لكن بعض الامور العالقه اللي ممكن لو اتحلت نروح برضو في حته تانية. حضرتك ذكرت اول حاجه التغطيه الاعلاميه. ايه تاني؟ بص احنا لغايه بطوله كاس العالم دي ماشي، انا بصلك بصعوبه لان عيني بس فيها مشكله، انا بعتذر يعني. الف سلام الف سلام. اتفضل. احنا لغايه بطوله العالم دي كان بينقصنا الاجهزه السيفتي اللي هي بيتلعب بيها البطولات الدوليه. هذه الاجهزه من يمكن من 91 ما كانتش دخلت مصر، فيعني يعني فرصه كبيره ان انا اشكر معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، دعمنا واشترينا الاجهزه دي واستوردناها في ظروف صعبه في الاستيراد طبعا زي ما حضرتك عارف. ودخلت مصر لاول مره، فدي حققت لنا نقله ثانيه خالص، لان كان من اشتراطات البطوله نفسها ان لازم يكون موجود هذه الاجهزه اللي بيلعب عليها اللعيبه، لانها بتحقق لهم امان كامل في اللعب. اللعبه دي بيوصل احيانا الثقل اللي بيلعب بيه اللاعب ل 500 كيلو يعني نص طن، فلازم يكون مؤمن عشان لو وقع عليه تبقى مشكله كبيره. طبعا. التغطيه الاعلاميه اهم حاجه، لان هي اللي بتجيب السبونسر او الدعام او الرعاه للالعاب طبعا، ودي حاجه مفقوده صحيح عندنا تماما. فبالتالي احنا بنعتمد على نفسنا في مصادر الدخل وعلى دعم الوزاره، وطبعا الوزاره معذوره انها بتدعم
اكتر من الاتحاد، فبالتالي بيبقى دعمنا قليل شويه. بس الوزاره المفروض ان هي بتدعم الاتحادات المختلفه وفقا لايه؟ يعني وفقا لكل اتحاد بياخد بادجت معين على اساس الميداليات والرانكينجز اللي هو عاملها، ولا بيبقى فيه استثناءات لبعض الرياضات اللي هي الشهيره مثلا؟ يعني لو هنتكلم على القوى البدنيه، ما هي محققه بطولات كويسه جدا. كويس كويس، بس هي بدات تحقق في الفتره الاخيره نظرا لمجموعه العمل اللي موجوده والاهتمام بيها. اوكي تمام، وبالتالي احنا لفتنا نظر الوزاره ان هذه اللعبه موجوده وبتحقق والى اخره، بالتالي بقى في دعم من الوزاره. يعني انا في بطوله كاس العالم دي انا عايز اقول لحضرتك الوزاره معايا يوم بيوم، سواء في البطوله او قبل البطوله، داعمه لهذا الكاس. تمام، وقبلها نفس الحكايه، ومعايا الوزير ما بتاخرش على حاجه. ولكن هي النهارده احنا بنلعب تقريبا اعتقد في مصر ما يخرج من حوالي 70 اتحاد. تقريبا موضوع كبير جدا. المفروض ان الاتحادات دي بتعتمد على نفسها في مصادر دخل اخرى علشان تقدر تعمل التنميه بتاعتها. طب هتعمل ده ازاي الاتحادات؟ بالاعلان. تنميه الموارد هتحققها ازاي؟ تنميه الموارد بتحصل من البطولات اللي انا بعملها. تمام، ولكن طبعا مش هي دي القدر الكافي. أصلاً انما لو الدعم المطلوب للرياضه دي قد يكون اقل بكتير من الدعم المطلوب لانواع ثانيه من الرياضات. صحيح. يعني احنا هنا هنلاقي ان الجزء الاكبر من التكلفه، طبعا لو انا غلطان حضرتك صحح لي، يعني لا بتهيالي التغذيه لوحدها مش كده برضو؟ احنا بنتكلم على دعم لا يقارن بالدعم اللي بمئات الالاف ان ما كانش بالملايين المطلوب لانواع ثانيه من الرياضات. هنا الدنيا نسبيا اسهل. هي اسهل طبعا، ولكن جزئيه التغذيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي على اللاعب مش على الاتحاد او على الوزاره. ليه مش بيبقى في اخصائي الاتحاد موفره؟ تمام، بس ده بيبقى في مراكز التدريب او اللي هي والمعسكرات، معسكرات التدريب اللي هي قبل البطولات. دي بتبقى فتره محدوده، انما انا مثلا ما بكفلش ل 20,000 لاعب اللي بيلعبوا اللعبه دي في مصر 20,000 تغذيه. لما هو بيعتمد على نفسه. المبادرات والحملات القوميه اللي ماشيه في سكه اعداد يعني البطل الاولمبي واعداد جيل قادم من الرياضيين، هل في اي مساحه للاستفاده من النوع ده من المبادرات؟ بدا يبقى في مساحه للاستفاده. بدات اللعبه بعد كاس العالم اللي اتحقق ده من حوالي 10 ايام، بدا يبقى في مساحه لان بدات الانظار تتجه ليها. قبل كده اعلاميا الموضوع كان مطفي تماما، فبالتالي احنا اللي بنسعى ومحدش عارف. واخد بال حضرتك؟ انما بعد يعني انا اعتبر ان كاس العالم اللي اتعمل ده تسويق كبير قوي للعبه دي، بدا ناس كتير يعرفوها، بدا ناس كتير فعلا تبدا تكلمنا انها ترعى ابطال معينه. ده يمكن يكون بدايه ان شاء الله يعني. كويس جدا. طيب احنا اتكلمنا عن البطوله اللي فاتت، ايه اللي جاي بقى؟ ايه اللي جاي سياده اللواء؟ اللي جاي ان احنا الاتحاد الدولي طبعا كان سعيد جدا، البطوله كانت قويه جدا طبعا لاول مره في العالم. احنا مش بس سعداء، احنا فخورين باللي اتحقق فعلا. لا الحقيقه رئيس الاتحاد الدولي امريكي، هو طبعا لعبه اساس الاتحاد في امريكا، فوعدنا ان كاس العالم السنه الجايه عندنا، وبطوله العالم 25 برضو عندنا. حلو جدا. وعايزين تغطيه اعلاميه من العالم كله بقى، من جميع الدول كمان، والوفود المشاركه دي هم بالفعل كويسة. بالفعل كله طبعا بياخد اعلاميا الحدث وبينشره عنده، بيبقى موجود لايف كمان اثناء اللعب نفسه يعني. فدي برضو يعني مرحله جديده بالنسبه لنا. احنا اول مره يقام كاس العالم في الشرق الاوسط كله وفي افريقيا وفي مصر، اللي هو اللي فات ده. فان شاء الله في السنه الجايه وفي السنه اللي بعدها كمان باذن الله، ربنا يصلح الاحوال. فاحنا بنقول ده برضو اعلاميا من دلوقتي علشان الرعاه يبداوا يشدوا حيلهم معانا. صح، لازم فعلا ان شاء الله رب العالمين. احنا للاسف وقتنا في الفقره دي انتهى، يا دوب نلحق نشكر سيادتك على وجودك معانا النهارده. جزيل الشكر، نورتنا، واكيد بنتمنى لكم كل التوفيق. انا سعيد بوجودي معاكم. نورتنا سياده اللواء، وعمل رائع لازم ان احنا نشيد بيه، وبالتوفيق في اللي جاي. ونتمنى من خلال منبر قناه الاهلي يكون في تسليط للضوء اكتر على هذه الرياضه، لان اعتقد احنا كلنا بنسعد لما يبقى عندنا رياضيين بيرفعوا اسم مصر في حافل دوليه، بتنظمها كمان مصر حتى لو في الداخل، بتحصل على ميداليات ذهبيه ورانكينجز كبيره، بالتالي كل ده في رصيد في الاول وفي الاخر الرياضه المصريه ومصر. فقلنا ده قبل كده وهنقوله تاني، لان فعلا الشركات الكبيره اتمنى ان هي تسلط الضوء على اللعيبه اكتر من الممثلين، وهفضل اقول الكلام ده، والاعلاميين والرياضيين، يعني خلينا عفوا الاعلاميين والفنانين وغيره، لان الرياضيين في امس الحاجه لده، لان هما زي ما بتكلم تاني بيرفعوا اسم مصر في محافل دوليه مختلفه. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.
عودة لعرش الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية. طبعا في الفقرة دي عندنا كلام كتير هنتكلم فيه متعلق بالدوريات الأوروبية المختلفة، وطبعا دوري أبطال أوروبا بمفاجآته، بمفاجآت القرعة، طبعا كلام كتير هنتكلم فيه وفي كل تفاصيله مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة الأستاذة منة عمر الناقدة الرياضية. يا صباح الفل عليك يا منة، منورانا. صباح النور عليك يا كريم، ربنا يخليك. صباح الهنا عليك، صباح يا منة، بجد منورانا كالعادة. وانتوا طيبين. وانتي طيبة وبخير يا رب. يا رب. بصي بقى، خلينا نبدا بارسنال، لان امبارح الماتش رائع وتالق ارسنال ما زال مستمر. الناس كانت بتراهن على ان ارسنال لا ربما في الماتشات اللي بعد كده هيبقى فيه تذبذب، لكن واضح ان بالعكس، والفارق ما بينه وما بين مان سيتي دلوقتي بقى كبير جدا. فخلينا نبدا بالماتش امبارح. ايه مش كبير قوي يعني، بس لسه في برضه، لا لسه يا عمال شويه جاب تزيد يعني. لا كنا متوقعين ان مان سيتي هيقلل الجاب لكن ما حصلش. دي حقيقه، هو الفارق ما بينهم دلوقتي 8 نقاط بالظبط. 8 نقط بس، ارسنال لعب مباراه ازيد فلعب 28 وسيتي لعب 27، واجمالا يعني هو فاضل له 10 جولات فالامور قربت فعلا. ارسنال يستحق الموسم ده انه ينهي وهو رافع كاس بريمير ليج مع ارتيتا. طول الموسم الحقيقه مقدمين شغل رائع جدا، مستوى ثابت جدا، اللعيبه فرقت بدنيا وفنيا من اول مباراه لعبوها في الدوري لمباراه امبارح. شايفين الفارق الكبير سواء بدنيا سواء فنيا للعيبه، لخطه ارسنال نفسها، روح اللعيبه كمان بقت تظهر جدا في المباريات اللي هي ممكن نقول عليها تقيله شويه، او اللي البعض كان منتظر ان ارسنال ممكن يتهز فيها او ان هو يقع فيها، على عادي جدا ممكن يستقبل هدف ويرجع بعد كده في المباراه ويكسب. فلا، وضع ارسنال السنه دي الحقيقه استثنائي ويستحق الحقيقه 100%، مع ان انا بشجع مانشستر سيتي بس هو يستحق. مش فايده فيك عكسي على طول. لا حقيقه، لما نسالك على برشلونه وريال مدريد هنعمل ايه؟ لا مش مستنيه الماتش الثاني، ده كلاسيكو الارض. شفت انا مستنيه السؤال اللي مش ده، مستنيه السؤال عن رونالدو. ده لسه اتقالي صح، مستنيه ده. احكي لنا بقى عن الماتش الثاني، شفتيه ازاي وكلاسيكو الارض زي ما بيسموه؟ برضو كانت مباراه كانت ممتعه جدا 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 يا كريم، وممتازه كمان من كلا الفريقين. اداء الفريقين، انت قاعد بتتفرج على مستمتع وانت بتتفرج، حتى لو انت بتشجع ريال مدريد او انت بتشجع برشلونه. برشلونه استقبل في الاول هدف برغم ان هو هدف عكسي يعني، بس انت برضو قاعد بتتفرج وانت مبسوط بالمباراه. كمشجع نفسك فريقك يكسب، بس اجمالا انت قاعد بتتفرج على كوره جميله، بتتفرج على كوره ممتعه، بتشوف كمان عايز اقول ايه، المباريات الفرديه ما بين اللعيبه، سواء كانت مثلا معركه وسط الملعب، دي كانت معركه كانت ممتازه جدا. تفوق الحقيقه، تفوق فيها ريال مدريد في بعض اوقات المباراه. شفنا التغييرات كمان بتاعت انشيلوتي، تقريبا هو يعني غير عناصر كتير جدا في المباراه، يعني في محاوله ان هو يحسم النتيجه لصالحه، لكن هو طبعا لم يوفق في ده. يعني برشلونه قدر ان هو يحسم النتيجه على الرغم ان هو اتاخر بهدف، قدر ان هو يتعادل، قدر ان هو ينهي المباراه بنتيجه 2-1. وطبعا خدمه كمان انه هدف اسينسيو اتحسب اوفسايد، يعني لانه هو كمان كان جه في توقيت كان قاتل جدا، يعني الدقيقه كانت حاجه و80، فكانت خلاص تعتبر المباراه كانت منتهيه يعني. فالحقيقه ان كمان برشلونه مع تشافي السيزون ده محليا، مش هنتكلم اوروبيا، محليا لا برضه هو بيقدم موسم استثنائي. اوروبيا مش قوي لسه، وهو كان تشافي اصلا اعترف، مش الخروج السنه دي، كان الخروج السيزون اللي فات، كان اعترف ان هو لسه خبرات برشلونه في اوروبا لسه مش كبير. هو بيعتبر ان هو بالفريق بتاعه، الكلام ده منطقي. بالفريق بتاعه انت بتبني من زاويه عدد مرات المشاركه ولا من لا 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 على برشلونه، لا انت بتتكون فريق جديد من اول وجديد يا كريم. برشلونه بعد كابوا برضه بالظبط، برشلونه بيكون فريق من الصفر، انت العناصر اللي باقيه لك او اللي من الجيل الذهبي معدوده.
يكاد يكون اللي فاضل مين فيهم مثلا بوسكيتس مثلا من الفاضلين. فعدد اللعيبه اللي في الفريق دلوقتي معظمهم شباب او اغلبهم كمان شباب، فانت بتكون فريق من اول وجديد. لو هتيجي تقارن مثلا فريق برشلونه، مش هقول بريال مدريد، لو هتقارن مثلا برشلونه مع اتلتيكو مدريد، لا هتلاقي فريق اتلتيكو مدريد اتقل. فده ملهاش دعوه بالاسم، انت بتتكلم دلوقتي على بناء فريق على واقع بالظبط، بتتكلم ان هو تشافي جاي بمشروع جديد وهو بيبنيه، فطبعا هيحتاج ان هو وقت. فهو بدا اوكي محليا، ان شاء الله ينهوا الموسم بالتتويج، والفرق دلوقتي بقى 12 نقطه. اه طبعا كل شيء وارد، بس يعني انت بتتكلم ان برشلونه على اعتاب ان شاء الله التتويج بلقب الليجا بالظبط السيزون ده. لكن اوربان احنا كنا بنشوف الوضع كان مختلف تماما يعني بالظبط كده، ولو انه ان شاء الله يعني في السنوات القادمه اعتقد انه ان شاء الله هيتحسن يعني. بس ايه عوده ريال مدريد في الدوري الاسباني؟ مش بفهم دي يعني. لا من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان هو بيبقى متالق في البطولات الثانيه، بيجي في الدوري الاسباني ليس الافضل. هو مش يعني احنا كنا شايفين ده السيزون اللي فات، السيزون اللي فات هو كان بطل الليجا وبطل دوري ابطال اوروبا. كانت مره برضه هو هيقع منه السنه دي الليجا بس يعني. بس وحصلت قبل كده برضه. وحصلت بالظبط وحصلت قبل كده، بس هو ولا هو قدام برشلونه تحديدا؟ لا لا مش قدام برشلونه تحديدا، ولكن هو ريال مدريد شاف نفسه ابتعد عن المنافسه في الليجا من بدري، فركز اكتر. فهو مركز اكتر في دوري ابطال أوكي. دوري ابطال اوروبا. لذلك احنا بنشوف شكلين مختلفين، ريال مدريد في الدوري الاسباني شكل والدوري الاسباني بالظبط كده. على ذكر دوري الابطال، شفتي ازاي الحدث اللي كان هو الاهم الفتره الاخيره، فكره القرعه، قرعه دور ربع النهائي من الدوري؟ انا كنت بعيط يا كريم. ايه بقى؟ لا طبعا قرعه ناريه جدا 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 جدا. مواجهتين طبعا، ريال مدريد مع تشيلسي وبايرن مع مانشستر سيتي. طبعا مباراتين هيبقوا مثيرتين بشكل كبير جدا. نابولي خدموا الحظ ان هو هيلاعب ميلان، ولو ان الحظ مش هيخدم غير المجتهدين. نابولي كمان السيزون ده مع سباليتي فريق مميز جدا جدا، فريق رائع جدا 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 بالظبط. لا كمان الفريق قوي، فريق تخاف منه. لا انا مش عايزه العب نابولي يعني. اي فرقه من الفرق الكبيره قبل القرعه، زي ما كان نابولي قلقان ان هو يلاعب ريال مدريد او سيتي او بايرن، كان العكس موجود. ما كانش حد عايز يصادم بنابولي، لان نابولي السنه دي او السيزون ده مع سباليتي لا مختلف تماما. عنده مجموعه من اللعيبه مميزين جدا جدا جدا، سواء في الهجوم سواء في الدفاع. طبعا كفاراتسخيليا مش يعني لو هنتكلم عليه ده عايز له حلقه كامله. فيكتور اوسمين كمان رائع جدا. فلا هو عنده عناصر قدر ان هو كمان يديها دوافع كبيره جدا. خدمه بقى كمان اللي حصل مع يوفي، ختموا تراجع اداء انتر وميلان. فهو ده هو متصدر الدوري، هو خلاص على اعتاب ان شاء الله التتويج يعني. الفرق بقى كبير قوي 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 مع لاتسيو اللي هو في المركز الثاني حاليا يعني. عامه الكره الايطاليه بقى الموسم ده انا حاسه ان هي متالقه جدا، رجعت مره ثانيه. دي حقيقه، عشان كمان عشان انت كنتي معتاده انه المنافسه، ومن السيزون اللي فات كمان يعني هواندي يعني بالظبط بدايتها كانت بالظبط كمان الابتعاد يوفي على اساس ان هو كان هو دايما هو اللي حاسم الدوري الاسباني او سوري الدوري الايطالي، كان هو اللي بيبقى مرشح اول يعني. طبعا مع الدروبس اللي حصلت لليوفي، سواء تراجع النتائج سواء خصم نقاط سواء الحاجات اللي حصلت ليه من اول السيزون، فبقى هو مبتعد جدا عن المنافسه يعني. طيب لو رحنا لليفربول، وليفربول الاداء اللي احنا شايفينه ده اداء متراجع جدا، وناس بتتكلم ان هو ربما مش هيكون من التوب فور، فهل التراجع وهل عدم المشاركه هتكون من فتره طويله جدا طبعا في دوري الابطال، بتشوفيها دي هتاثر ازاي على الفريق وعلى كمان محمد صلاح؟ ده مهم قوي. هو ليفربول تقريبا دلوقتي في المركز السادس، بس هو مش بعيد ان هو يبقى في يقدر يعني. ان هو يقدر على الاقل لو مش دوري ابطال اوروبا ممكن يشارك في المرحله، مش بعيده قوي، كان في مركز ال11 وال12. الفتره الاخيره او ما قبل مواجهه ريال مدريد العوده، او بالتحديد كمان ماتش مانشستر يونايتد، وقتها ليفربول كان
احنا شفنا فريق تاني خالص، شفنا انسجام غير طبيعي مع ما بين صلاح، ما بين جاكبو، ما بين نونيز. الثلاثه كان في انسجام ما بينهم جدا جدا في المباريات الاخيره، او خصوصا وتحديدا في مباراه مانشستر يونايتد، من احلى المباريات اللي لعبها ليفربول السيزون ده، وطبعا مع النتيجه الثقيله يعني اللي هو قدر ان هو يسجلها. فدي من امتع مباريات ليفربول السنه دي. فوجئنا ان المباراه اللي بعدها هو بيخسر قدام كامبورنموث تقريبا. فهي مشكله، هي بالظبط هي دي مشكله ليفربول من اول السيزون، التذبذب، مفيش ثبات في النتائج، مفيش ثبات، حتى اللعيبه مستواها مش ثابت. لسه الفريق كله ما تناغمش مع بعضه بشكل كامل 100% زي ما كنا بنشوف ليفربول قبل كده. فده طبعا ظهر في النتائج واثر عليها بشكل كبير. يعني ده برضو ساعد بشكل او باخر في ان الكلام يقل نسبيا على فكره احتماليه رحيل محمد صلاح عن الفريق الفتره الجايه، يعني حتى قبل انتهاء عقده. هو اصلا ما فيش الكلام ده، بيتهيألي هو كان في وقت من الوقت كان وحصل اليومين دول برضو فوجئنا ببعض التصريحات او بعض الشائعات اللي بتقول انه وارد جدا انه صلاح هيرحل عن ليفربول. بس لقينا وكيله طبعا الكولومبي رامي عباس كان كتب تويت كده وقال، يعني عمل ريتويت لخبر يعني حد كان كتبه. ورامي عباس كولومبي؟ ده متجنس يعني. هو مع جنسيتين، كولومبي وحاجه. رامي عباس كولومبيا هتغسل صح؟ فكان كتب تويت كده وقال انه يعني قول لنا انت جايب الكلام ده منين، انا ما اتكلمتش فيه، صلاح ما اتكلمش فيه. يعني ليفربول مش بفهمها، يعني هو مش مربوط بلاعب، ولا كان مربوط بساديو ماني، ولا كان مربوط بلاعب معين، من باب اولى يتم محاسبته مثلا يورجن كلوب صح؟ بالظبط. دي نقطه مهمه جدا. الدوري الفرنسي برضو لو اتكلمنا، بصي هناخد جولة سريعة يعني. ماشي، تاني هنرجع نقول باريس سان جيرمان دايما بيحسم الأمر في الدوري الفرنسي، إن برضو التنافسية مش شديدة ولا كبيرة ولا الجاب أصلا قليل. طيب بالنسبة لميسي، لأن برضو زي ما كريم اتكلم عن محمد صلاح، في رومرز برضو، ولو إن برضو أنا مش حاسة إن دي حقيقية، لكن برضو رومرز إن ميسي هيكمل مع باريس سان جيرمان بما إن هو بيحصل على الدوري والنتائج بتاعته كويسة. بتشوفي ده برضو صح؟ هو وضع ميسي حاليا في باريس مش افضل حاجه، خصوصا انه لسه هم اتغلبوا مباراه امبارح، وشفنا رد فعل ميسي وهو خارج من المباراه صحيح. وهو متضايق جدا. جماهير باريس سان جيرمان كانت اطلقت صفرات استهجان على مباراه، يعني برضو لا مش مباراه واحده، يعني انت حصلت قبل كده اطلقوا صفرات استهجان على ميسي. دي طبعا يعني بتاعت امبارح كانت عشان بعد الخروج من دوري ابطال اوروبا، يعني والهزيمه على يد بايرن ميونخ. ما هي متوقع، بس يعني هو متوقع، احنا بنشوف ان هم متوقع. هو انا دلوقتي فريق عندي فيه كميه النجوم دي بالزبط. انا مش غريب بالظبط، انا مش جايبه عشان اخرج من دور ال 16 او اخرج من دور ربع نهائي، لا انا جايبه، ومش عشان اوصل فاينل، انا جايبه عشان اخد البطوله. فبالنسبه لهم ان ده بيحصل كل سنه، فده طبعا يعني بيحبط طموحاتهم. يعني انا لما فريق سعيد بكل الطرق وعملت عقد تاريخي وخيالي لميسي عشان يبقى عندي في الفريق، فانا جايبه مش جايبه علشان يعني انا اسفه اتمنظر بيه، يعني لا انا جايبه عشان اجيب بيه بطولات. انا اوريدي باخد الكاس، باخد الدوري الفرنسي، انا ناقصني ايه؟ ناقصني دوري ابطال اوروبا. فهو اصلا مشروع باريس كله يعني كله بيتكون علشان فكره بالظبط لقب دوري ابطال اوروبا يعني. ولم يحقق لحد الان اكيد. فوضع ميسي مع باريس، لا ممكن هو لحد دلوقتي هو ما جددش عقده، احنا كنا بنتكلم في تجديد عقد ميسي اصلا انه هيتم بعد كاس العالم. فاحنا عدينا كاس العالم بقالنا 3 شهور اهو، كانت قال ان هو كان هيحصل مفاوضات ما بينه وما بين اداره باريس بعد المونديال علشان تجديد العقد وان الامر يتحسم، لحد دلوقتي ما حصلش. فواضح ان في وده الوقت اللي ابتدى يطلع فيه كلام على احتماليه رحيله عن باريس سان جيرمان وانضمامه للدوري السعودي على قرار. دي حقيقه، والمره دي مش هقول لا صعب تحصل طبعا. لان لا ما فيش حاجه طبعا، ما توقعش ميسي يروح يعمل نفس تجربه كريستيانو لاسباب كتير. بس احنا قلنا نفس
الجملتين دول قبل رونالدو. لا على فكره لا لا انا كنت شايفه ان بالعكس، انا قلت كده قلت ممكن جدا يروح بالعكس، بس ميسي مش نفس منتاليتي كريستيانو رونالدو، في فرق ما بينهم كبير جدا. انا بشوف ان ميسي لا ينظر شويه للجانب المادي او لفكره ان انا انهي نهايه تليق بتاريخي او ببدايتي، لان اوريدي ميسي حد هذه اللحظه هو متالق، فهو مش محتاج يروح يعمل ده في مكان او دوري اقل مستوى بكتير مقارنه باوروبا. انا بشوف ان هو عايز ينهي في مكان قوي برضه او كمستوى اللعب فيه اقوى، بلس ان هو اوريدي عنده حمله دعائيه كبيره جدا هتبدا تقريبا شهر 5 الجاي في السعوديه، ده اللي كان سبب الناس قعدت تقول بابا هناك بالزبط. عشان يمضي لا بابا بالزبط. هناك لازم ده كان سبب تواجده هناك، لان هو بس برضه الشيكات الحاضره انا هقول يعني هي برضه الكلام بيختلف ساعتها يعني. ودايما البحر يحب الزياده زي ما بيقول بالظبط، فلا فكل شيء وارد، هو ممكن كل شيء وارد القدم فعلا مفيش حاجه وارد. وبعدين السعوديه دلوقتي انا اسفه يا كريم، السعوديه دلوقتي كمان بتمهد لاستضافتها لمحاوله استضافتها لكاس العالم. حتى بعد انضمام رونالدو احنا سمعنا كلام انه على مفاوضات مع مودريتش، سمعنا كلام مفاوضات مع زاهة، لا هم بقوا ينظروا مش للافارقه دلوقتي مثلا او للاسيويين، لا هم بينظروا دلوقتي لاوروبا، يعني هم بيحاولوا يستقطبوا نجوم اوروبا دلوقتي ان هم يبقوا متواجدين في الدوري السعودي. لو جينا اصلا نقارن متابعات الناس للدوري السعودي قبل وبعد رونالدو حاجات الدوري السعودي عموما كمان مش النصر بس طبعا، بس دي لغه راس المال اللي دايما كريم بيتكلم عنها، اللي هي فكره راس المال في الرياضه، اللي هي ربما بتنجح في بعض الامثله والامثله الاخرى بتبقى بالعكس بتيجي بنتيجه عكسيه. فهل دي تجربه هتبقى ناجحه لو نقلتي ليفاندوفسكي ونقلتي نيمار ونقلتي الاسماء دي كلها وميسي وغيره الدوري السعودي، هل هيبقى فعلا في الروعه اللي احنا عارفينها مقارنه بالدوريات الاوروبيه؟ لا مش هو مضمونه بالظبط، مش مضمونه، وهو مش زي اوروبا، انت مش هتكوني فريق اوروبي من اول وجديد وبيلعب باسم نادي سعودي سعودي. يعني اكيد هيبقى في عناصر بيطعموا بس ببعض العناصر بالظبط كده بالظبط كده، بس فكره الاسماء نفسها، انت لو من 3-4 سنين حد بيهزر كده او مش بيهزر بيتكلم يقول ان رونالدو ممكن يروح الدوري السعودي، انت هتقول له انت ايه بتهزر؟ يعني هيبقى الموضوع طبعا مش هيجي في خيالك. خلينا بقى نروح على الدوري الالماني، طالما رحنا فرنسا ورحنا انجلترا ورحنا اسبانيا، نخطف رجلنا لالمانيا برضو، والدنيا الى حد كبير نقدر نقول ان هي ولعه بين البايرن وبروسيا دورتموند. اه دي حقيقه. شايفه خواتيم الامور ممكن ترسي على ايه في الحاله دي؟ يعني انا اتمنى طبعا ان بايرن الفتره اللي جايه اموره يقع شويه قبل مباراه سيتي. يعني هو خسر امبارح. جوارديولا بصراحه. هو خسر امبارح طبعا باير ليفركوزن، كانت خساره طبعا مفاجاه جدا، ودي اللي خلت دورتموند يعتلي الصداره بشكل مؤقت. هم لسه هيلعبوا مع بعض على فكره في ابريل تقريبا في الجوله هتبقى 26، فهم لسه هيبقى في مباراه ما بينهم. حلو ان هو يبقى في منافسه، ما تبقاش برده ما يبقاش الدوري بالظبط كده، ما يبقاش الدوري الالماني معروف من البدايه بالظبط كده، معروف من البدايه خلاص، معروف ان بايرن هو هيبقى بطل الدوري، فده طبعا هيشعل المنافسه خلال الفتره الجايه ما بين بايرن وما بين دورتموند، وهنشوف بقى. بس هو بشكل عام اخر كام سنه ما اعرفش برضه، ممكن يبقى ده انطباع زائف يعني عندي، بس انا عندي الانطباع ده، فكره ان يعني مثلا كنا بنتكلم من شويه على الدوري الايطالي، طول عمر الدوري الايطالي كل الفرق اللي بتلعب فيه كلها اقوى من بعض يعني للامانه، كذلك فرنسا كذلك انجلترا، ده مش حاصل قوي بقاله كام سنه، يعني بقى في اقطاب معدوده على الايد الواحده، يعني كل دوري تقدري توصلي مثلا لاربع اسماء بالكتير وخلاص مفروغ من ان هم دول هيوصلوا للمربع ده. ما هو انت بحسب الامكانيات بقى الماديه بتاعتك، يعني انت لما تبقى انا اسمي يوفي مثلا او انا يوفنتوس، تمام امكانياتي الماديه او التدعيمات بتاعتي اكيد اعلى من انتر مثلا او اكيد اعلى من ميلان، ممكن تكون متقاربه شويه بعكس مثلا يوفنتوس واودينيزي او سامبدوريا مثلا، فالامكانيات الماديه اكيد هي اللي بتحكم، لان هي اللي بتخليك تقدر تجيب لعيبه كويسه، تقدر تخليك تجيب مدرب كويس، فعشان كده اعتقد الامور دي هي اللي بتحسم القصه اللي انت بتتكلم فيها. يعني منا فاضل 3 دقايق، وحابه ان انا بعد ما خلصنا هذا الملف الاوروبي عايزه اتكلم معاكي شويه عن ماتش الاهلي والهلال السوداني، برضو من حكم خبرتك ومتابعتك انت بتقري ان شاء الله المباراه ازاي، وفي نفس الوقت حضور الجماهير اللي لسه لحد دلوقتي غير مؤكد، بس ممكن ان هو يؤثر بشكل ازاي ايجابي؟
الحضور الجماهيري يعني طبعا طبعا نفسنا نلاقي استاد القاهره انا ممتلئ. نفسي يبقى فول زي ما النادي طبعًا الاهلي عمل طبعا طلب نفسنا يعني. نفسنا طبعا يكون ممتلئ عن 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 اخره. الجمهور بيبقى ليه عاملين طبعا، بيبقى عامل ايجابي نفسي في بالظبط كده، عامل ايجابي دعم حماس هتافات تشجيع، وعامل سلبي، والعامل السلبي مش عايز اقول ان هو يعني الجمهور هو اللي هيصدر العامل السلبي، ولكن ان معظم لاعبتنا اصلا هي ما قدرتش او ما لعبتش مع الضغط الجماهيري الكبير طبعا بسبب بالظبط كده بسبب صح. الفترات اللي فاتت، لكن تواجد الجماهير بلا شك بلا شك بلا شك لازم لما هيلعبوا في وسط يعني ضغط جماهيري من جماهيرهم ضغط لصالحهم ماشي الحال. يعني لو كان الوضع معكوس، اللعيبه بقى لها فتره طويله بتلعب في ظل غياب كامل للجماهير بس بيلعبوا المنافس على ارض المنافس، ما ده اللي حصل في مباراه سان داونز، ده اللي حصل في مباراه سان داونز، الملعب كان ممتلئ عن اخره، جماهير سان داونز كانت طبعا هنا بقى الوضع معكوس بالظبط. فطبعا جماهير سان داونز طبعا كانت عامل سلبي او صدرت ضغط زياده على لعيبه النادي الاهلي تمام. فطبعا زي ما احنا بنقول لا طبعا احنا يعني نفسنا طبعا انه استاد القاهره يبقى ممتلئ عن اخره. مباراه صعبه. مفيش اي اخبار عندك يعني؟ احنا النهارده اتكلمنا ان النادي الاهلي عمل طلب، انا بسالك محاوله في ان انا اخد اي خبر يعني. لحد دلوقتي لسه مفيش رسم، مفيش حاجه مؤكده لحد دلوقتي لسه مفيش رسم، بس في يعني اعتقد فكره ان يبقى ممتلئ عن اخره دي هيبقى فيها المفروض يعني تاكيدا وترسيخا لفكره او لمبدا تكافؤ الفرص، يبقى ما يبقاش في شك في الموافقه. هي ملهاش علاقه بتكافؤ الفرص، هي ليها علاقه بشق امني اكتر بالظبط، هي شق امني اكتر يعني، الموضوع داخليا ملوش علاقه بتكافؤ الفرص يعني هو حتى احنا سمعنا بعض الكلام يعني ان معلش يعني فسر لنا كده الشق الامني بمعنى ايه؟ امني عندنا احنا، امني داخلي يعني. يعني المشكله فين في الشق الامني؟ إيه انه احنا ما عندناش يا كريم، ما دخلناش جماهير بساعه كامله بقالنا فتره طويله جدا يعني، حتى احنا في مباريات الدوري احنا 6000 بس، 3 لـ 3 لكل فريق. هو بيزيد كل فتره بيزيد، ما هي زادت، ما هي مؤخرا بس وصلنا لحد 6 3 لكل فريق، فاحنا ما عندناش، ما بنلعبش بساعه جماهيريه كامله، احنا بقالنا كتير في الوضع ده، فممكن نوصل لحتى 20 يعني، ممكن نوصل لحد 20000 بس ساعه جماهيريه كامله دي يعني. نتمنى طبعا نتمنى ان ده يحصل يعني. مباراه طبعا هتبقى صعبه جدا جدا من كل الجوانب. ما قدامناش حل غير الفوز، وبعدين انا بشوف ان القدر ادالنا هديه احنا لازم نستغلها، فالموضوع منتهي. الموضوع منتهي. منى ميرسي جدا بجد، نورتينا كالعاده حقيقي. شكرا ليكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا كريم، نشوفك على خير باذن الله، ونسير وجودك معانا. رمضان كريم. وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات، ونرجع بقى للفقره الطبيه المسجله مع الدكتور باهر السعيد، خليكم معانا.